انا دلوقتي هامة الخازوق ديت او هامة الخوازيق دي زي ما انا بقول لك، هي عبارة عن كتلة خرسانية ووظيفتها ان هي بتستلم حمل العمود وبتسلمه للخوازيق. وبالتالي لما نيجي نبص على وظيفة هامات الخوازيق، دي وسيلة ربط بتاخد حمل العمود تنقله للخوازيق، ويراعى لو انت قدرت توزع الحمل ده بالتساوي على الخوازيق عشان ما تبقاش في خوازيق مظلومة وخوازيق مرتاحة والكلام ده كله. بس مش شرط، مش شرط ان الخوازيق بيكون الحمل فيها بالتساوي، بس ان امكن نوزع بالتساوي. المهم ان الهامه بصفه عامه هي نازل عليها حمل مركز واحد، هي عايزه توزعه على الخوازيق كلها، بالاضافه ان هي عايزه تربط مجموعه الخوازيق كلها عشان تشتغل كيونت واحده، ما يبقاش كل خازوق شغال في حاله وبيتصرف بمزاجه. دي كده بالنسبه لهامه الخوازيق، تعريف بسيط ليها قوي وايه هي وظيفتها وبتعمل ايه. المسألة اللي احنا هنحلها دلوقتي هامة سداسية. يعني ايه هامة سداسية؟ يعني هامة بتستلم وهامة سداسية ومنفصلة كمان ايزوليتد. يعني ايه؟ يعني هتستلم حمل مركز واحد جاي من عمود اهو. وهتوزع الحمل دوت على 6 خوازيق. فالمتعارف عليه في الديزاين ان دول اشهر شكلين للهامه السداسيه، يا توزع الهامه كده يا توزع الهامه كده. طيب لما اجي اوزع بقى ال6 خوازيق دول اوزعهم ازاي؟ قال لك اول حاجه كده، علشان لو العمود بتاعك عليه حمل راسي مركز بس مش عليه اي عزوم، يعني نقطه تاثير الحمل هنا اهو في قلب العمود في سنتر العمود، اول حاجه زي ما انا قلت لك يراعى ان امكن انك توزع الاحمال على الخوازيق بالتساوي. وعشان الاحمال تتوزع على الخوازيق بالتساوي لازم يكون مركز الخوازيق، انت عندك دلوقتي 6 خوازيق اهو، مركزهم ينطبق على نقطه تاثير حمل العمود. وطبعا هنا من السيمترية دي لو ده اكس وده واي، ف6 خوازيق دول برضو مركزهم في النص بالظبط، فانت هنا الحمل هيتوزع على ال6 خوازيق بالتساوي. يبقى دي اول حاجه وانت بتيجي ترتب الخوازيق، بتراعي ان امكن ان مركز مجموعه الخوازيق ينطبق على نقطه تاثير القوه او مركز العمود. تمام. طب الحاجه التانيه، التقسيط اللي من هنا لهنا اخده بكام؟ يعني دلوقتي لما اجي ارص الابعاد بقى التقسيط ده اخده بكام؟ قال لك ملحوظه يا باشمهندس، اكتب ورايا كده لو انت بتكتب ورايا عشان الجمله دي مش هتلاقيها عندك في السلايد. التقسيط دوت في مينيمم الكود المصري في الاساسات بينص عليه، بيقول لك ان التقسيط المينيمم او المينيمم سبيسنج ما بين مراكز الخوازيق بيساوي 2.5 دي. الدي ده اللي هو قطر الخازوق، المينيمم بيساوي 2.5 دي لو الخازوق بتاعك خازوق ارتكاز، والمينيمم سبيسنج ده بيساوي 3 دي لو الخازوق بتاعك خازوق احتكاك. فهنتفق مع بعض على مبدأ ناخد المينيمم الأكبر اللي هو 3 دي عشان تبقى محقق القصتين، تبقى محقق سواء هو خازوق احتكاك أو خازوق ارتكاز، أنت ال 3 دي في السيف سايد. فدايما واحنا بنحل مسائل البايل كاب هناخد تقسيط الخوازيق 3 دي. مثال لو قطر خازوق نص متر يعني 50 سنتي، يبقى التقسيط اللي هاخده ما بين الخازوق والتاني اللي هي المسافة دي 1.5 متر. تمام. هتلاقي الكلام ده انا كاتبه لك هنا، في بس معلومة زيادة كمان للعلم مش اكتر، لو انت مثلا عندك ده خط جار، الخط الاحمر ده مثلا خط جار، بيراعى ان اقرب صفه خوازيق اللي هي الصفه دي، بيراعى ان اقرب صفه خوازيق ده تكون على بعد 90 سنتي، يعني المسافه دي تكون 90 سنتي على الاقل
علشان تقدر تنفذ الخازوق بالمكن. آخر معلومة ديت رفرفت الهامة عن الوجه الخارجي للخازوق بتبقى من 10 ل 15 سم، سيبك من البند ده يعني مش مشكلة. هامة الخازوق في طرق متعددة لتصميمها، هم 4 طرق. احنا شغالين في الشغل بتاعنا وبالكود المصري شغالين على الطريقة بتاعة الامريكان ستاندردز، اللي هي الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي في الديزاين. تعال ندخل على طول بقى في المسألة. بيقول لك انا عايزك تصمم بايل كاب 6 خوازيق عليها حمل وركينج لود 300 طن وعليها ام واي 50 طن متر، العمود 40 سنتي في 120 سنتي، الخوازيق كانت 50 سنتيمتر، والألاوبل بايل لود 75 طن. يبقى هامة 6 خوازيق، العمود عليه ان وام، عليه حمل رأسي 300 طن، وعليه عزم حوالين محور واي ب 50 طن متر، العمود كانت ابعاده 40 سنتي في 120 سنتي، والخوازيق كانت قدرة الخازوق الواحد 75 طن. المفروض انك لو بتحل مسألة بايل كاب من الاول ان انت اللي بتحسب عدد الخوازيق مش هو اللي بيديها لك. فلو كنت انا عاوز احسب عدد الخوازيق كنت هعمل ايه؟ كنت هقول ان عدد الخوازيق بيساوي حمل العمود اللي هو 300 طن مقسوم على الالاو اللي هو ال 75، الحمل الكلي 300 تقسمه على قدرة تحمل الخازوق الواحد يديك عدد الخوازيق. لو قسمت معايا دلوقتي على الآلة الحاسبة 300 على 75 هيديك انك محتاج 4 خوازيق علشان تسيف ال 300. بس اقول لك ما تنساش ان انت عندك كمان عزم في المسألة، فعلشان كده هو زود لك ال 4 خوازيق دول، قال لك خليهم 6 خوازيق. دي المفروض بتبقى أول خطوة، خطوة بنسميها number of vials، عدد الخوازيق. هو الخطوة دي أنت مش هتعملها، هو خلاص جيفن في المسألة عدد الخوازيق، خلاص. فبقت أول خطوة بالنسبة لك دلوقتي arrangement of vials، طب أنا عايز أوزع الخوازيق. شوف الكلام اللي أنا لسه قايله لك من شوية هو اللي هنعمله بالظبط. هو وزع الخوازيق كده بالتماثل حوالين محور إكس ومحور واي، وقال لك ان انا هاخد التقسيط اللي هو المسافه من مركز الخازوق لمركز الخازوق ب 3 دي. فاكر اللي انا المينيمم اللي انا قلته لك الدي في المساله كان، يبقى 3 دي ب 1.5 متر. فالتقسيط خده ب 1.5، المسافه من مركز الخازوق لمركز الخازوق ب 1.5، وخد رفرفه من مركز الخازوق لوش الهامه 0.5 متر من جميع النواحي. دي خطوه الارينجمنت اوف فايلز، خطوه بسيطه وسهله جدا. والمفروض انك بعد ما بترتب الخوازيق بتقدر ساعتها تستنتج ابعاد الكليه، هتلاقيها 4 متر في 2.5 متر. دي اول خطوه سهله جدا، رتبت الخوازيق. القصه بس كلها انك تبقى عارف التقسيط ان احنا خدناه 3 دي. تاني خطوه working loads of vials، عايز اعرف كل خازوق عليه حمل قد ايه علشان اقارنه بال 75 طن اللي هو المسموح بيه، فاعرف الخازوق ده لوحده كده سيف ولا انصيف. فقال لك فاكر زمان المعادله بتاعت حساب الحمل الفعلي في الخازوق بتقول ايه؟ كانت بتقول ان البي وركينج بيساوي بي كولمن على الان زائد الام واي على الاي واي في الاكس، المعادله اللي اساسا مستنتجه من النورمال ستريس. بس الاي واي هنا لو تفتكر برضو لو فتحت كشكول الترم اللي فات هتلاقي ان الاي واي في الخوازيق بعوض عنها بسميشن الاكس تربيع. طب سميشن الاكس تربيع ده احسبه ازاي؟ المفروض ان ده محور واي وده محور اكس. انا عندي الخازوق ده والخازوق ده الاكس بتاعتهم ب 1.5 متر،
والخازوق ده والخازوق ده الاكس بتاعتهم برضو بواحد ونص متر. المفروض ده طبعا بموجب واحد ونص وده بسالب واحد ونص، بس السالب بتتربع فبتقلب موجب. طب والخازوق رقم اتنين، والخازوق رقم اتنين ده لا دي المسافة الاكس بتاعتهم بزيرو لان محور واي بيمر بالمركز بتاعه. يبقى سميشن اكس تربيع اربع خوازيق في واحد ونص تربيع يساوي 9 متر مربع. جميل، بس خلاص الموضوع بقى تعويض مباشر. يبقى بالنسبة لأول خازوقين، الخازوق رقم واحد لو أنا فرضت إن عندي حمل مركز 300 زي ما أنا اتفقت معاك، وعندي عزم ام واي حوالين محور واي بالشكل ده، فالعزم ده متوقع إن هو هيضغط الخازوق رقم واحد وهيشد شوية في الخازوق رقم ثلاثة. فهتلاقي هنا جمعنا الترم بتاع العزم في الخازوق رقم واحد وطرحناه في الخازوق رقم ثلاثة. ده بفرض يعني ان انت فارض في المسألة ان العزم هيجي بالشكل ده، يضغط في الخوازيق رقم واحد ويطرح او يشد شوية ويريح شوية الخوازيق رقم ثلاثة. يعني في القصة دي مين اللي اتظلم؟ اللي اتظلم الخوازيق رقم واحد، هو اللي شال اكتر من الباقي. تعوض بقى عادي خالص، البي كول ان كان ب 300، عدد الخوازيق اللي هو الان كان ب 6، زائد الام واي كان ب 50 طن متر، على الاي واي اللي هي 9 متر مربع اللي هي سميشن اكس تربيع في الاكس اللي هو بعد الخازوق عن مركز الخوازيق اللي هو الواحد ونص متر اللي احنا اتفقنا عليها من شويه، هيديك 58 وتلت طن، وده اقل من الالابل اللي هو ال 75 طن، يبقى سيف. بي وركينج 2 نفس التعويض، 300 على 6 زائد 50 على 9، بس الاكس زي ما انا حكيت لك من شويه بصفر، وبالتالي 300 على 6 بتساوي 50 طن، اقل من 75 طن يبقى سيف. البي وركينج 3 هي نفس التعويضه بتاعت بي وركينج 1 بالظبط، بس الزائد دي بقت ناقص لان العزم بيشد في الخوازيق رقم 3 فبيريحها فبيقلل عليها الحمل فبيخليها 41.67 بدل 58.33، وده برضو اقل من القلاوة. تمام، يبقى ده كده بالنسبه لتاني خطوه اللي هي الوركينج فلودز. كده انا جبت الاحمال التشغيليه في الخوازيق واتاكدت ان هي اقل من القلاوة. يبقى انا كده اول حاجه رتبت الخوازيق، تاني حاجة حسبت الوركينج لودز واتأكدت إن هي أقل من الأول وإن هي سيف. ندخل بقى في تالت خطوة ألا وهي الدبس. عايز أحسب الدبس بتاع البايل كاب، سمك البايل كاب. فلو تفتكر فلسفة التصميم اللي إحنا بندرس وبنشتغل عليها، إن إحنا بنجيب الدبس ده علشان يغطي تلات حاجات، فليكشر وشير وبنشنج. بنجيب الدبس اللي يسيف الثلاث حاجات دول، يكون دبس معقول بالنسبة للعزوم، وفي نفس الوقت يكون سيف في الشير، وفي نفس الوقت يكون سيف في البانشنج. دلوقتي القاعدة دي قاعدة أو البايل كاب دي بايل كاب مستطيلة. فما دام البايل كاب بتاعتك مستطيلة بتضطر تدرس في الاتجاهين، بتدرس مرة اتجاه أفقي وبتدرس مرة اتجاه رأسي. لما تيجي الأول ندرس الاتجاه الأفقي اللي هو الاتجاه الطويل للقعدة أو الاتجاه الطويل للبايل كاب، وأنت ماشي كده أفقي هتلاقي إن القطاع الحرج بتاعك، دايما بتوع الأساتذة يقول لك القطاع الحرج بيقع عند وش العمود، فهتلاقي إن القطاع الحرج بتاعك هو القطاع اللي لونه أحمر ده. يبقى لو انا درست الاول الاتجاه الافقي، يبقى في الاتجاه الافقي القطاع الحرج هو القطاع اللي لونه احمر. طيب سؤال، ليه ما خدتش القطاع ده؟ يعني ليه خدت القطاع ده وما خدتش القطاع ده؟ قال لك لان هنا الخوازيق 87.5. خلي بالك بقى الاحمال اللي انا كاتبها لك فوق دي التيمت، انت ما دام دخلت في ديزاين خلاص هتضرب الاحمال التشغيليه اللي انا لسه حاسبها في الخطوه رقم 2 هتضربها في 1.5.
هتلاقي ان الخازوق رقم واحد عليه 87.5، والخازوق رقم اتنين 75، والخازوق رقم تلاتة 62.5. ف87.5 لما تضربها في المسافة دي عشان تجيب العزم عند القطاع ده، هتلاقي ان هي اكبر من 62.5 في نفس المسافة. فده طبعا قطاع حرج وده قطاع حرج، بس القطاع ده اخطر. القطاع اللي انا راسمه لك في المسألة اللي هو القطاع ده هو الاخطر. تمام، يبقى انا لو عايز انظم من حل كده اقول له الاول فور فليكشر، اولا يتم دراسة الاتجاه الافقي، القطاع الحرج كما هو موضح في الرسم، ونحسب بقى القطاع الحرج ده عليه عزمة قد ايه. حسبة بسيطة قوي ما فيهاش مشكلة. هتروح في البيت كده بالورقة والقلم بالراحة خالص، انت عارف ان هتروح تحسب بعد مركز الخازوق عن القطاع الحرج، هتلاقيها ب9 من 10 متر. هتلاقيها سهلة جدا، بس في البيت كده وانت بتجرب في المسألة هتحسبها بالراحة، هتلاقيها 9 من 10 متر. الأبعاد كلها جيفن معاك، وانت عندك خازوقين، الخازوق ده والخازوق ده، يبقى العزم باتنين في 87.5 اللي هو الحمل الالتيميت، بكررها تاني، ده الالتيميت بتاع الخازوق مش الوركينج، في 9 من 10 اداك 157.5 طن متر. بس خلينا نتفق بقى، اي ستريننج اكشن هحسبها دلوقتي، عزم او شير او ايا كان، لازم اكتب القطاع اللي بيقام بتاعك عرضه قد ايه. يعني ايه؟ يعني انت لسه بتقول لي ان انت بتدرس الاتجاه الافقي، يعني الاتجاه الطويل للقاعده. الاتجاه الطويل للقاعده ده عرض القطاع قد ايه؟ هو العرض ده اللي هو عرض القطاع الحرج، القطاع الحرج اللي انت لسه واخده اللي هو الاحمر ده، عرضه قد ايه؟ 2.5 متر. جميل، يبقى العزم رقم واحد اللي تم دراسته في الاتجاه الافقي ب 157.5 طن متر على قطاع عرضه 2.5 متر. طيب تعالى بقى ندرس في الاتجاه الرأسي. الاتجاه الرأسي القطاع الحرج بتاعك اهو، هو القطاع اللي لونه اخضر، وده بقى مش هيفرق سواء خدته فوق او خدته تحت، القطاعين هتلاقي عندهم نفس العزم، ده صح وده صح. هتروح برضو بنفس الكلام تحسب المسافة من مركز الخوازيق للقطاع الحرج، هتلاقيها 55%. وعندك 3 خوازيق، بس المرة دي الـ3 خوازيق كل خازوق ليه حمل، يبقى 62.5 في 55% زائد 75 في 55% زائد 87.5 في 55% هيديك ان العزم مومنت 2 بيساوي 123.75 طن متر. والمرة دي عرض القطاع اللي بيقاوم العزم ده كام؟ هو العرض الطويل ده 4 متر. تمام، نحسب الدبس. خلاص سهل قوي بقى، الدبس بتحسبه سي 1 جي، مفيش مشكلة. انت بقى التعويضة دي سهلة، 4.4 جذر العزم في 10 أس 7 على 25 في 2500، وهتحسب الدبس رقم 2 كمان من الام 2، 123.75 في 10 أس 7 على 25 في 4000. طبعا ده العزم اللي جبناه في الاتجاه الأفقي، وكان عرض القطاع 2500 اللي هو 2.5 متر، وده العزم اللي جبناه من الاتجاه الرأسي وكان عرض القطاع المقاوم 4 متر. جبنا سمكين، طلع ده السمك الكبير. الطبيعي ساعتها ان انت تقول مثلا خلاص انا هاخد السمك البايل كاب مثلا ب 800 ملم. بس احنا علشان حلين المسألة وعارفين ان ال 800 مش هتسيف في الشير بعد كده، فاحنا اللي بنقول لك معلش اسمع كلامنا دلوقتي وخد الدبس 1130 اللي هو الدي اللي هو الافكتيف دبس، بحيث ان السكنس كله يكون 1200 مللي. يعني انا خدت دلوقتي بايل كاب التي بتاعتها ب 1200 مللي، وبالتالي الدي اللي هي الدبس هيبقى 1200 ناقص 70 مللي اللي هو الكفر، يبقى 1130. هنروح بقى نعمل شيك شير، برضو هدرس في الاتجاهين. الاتجاه الاولاني اللي هو الافقي هتاخد قطاع حرج برضو ناحية الشمال ناحية الخوازيق العالية، والقطاع الحرج المفروض ان هو يبعد من وش العمود مسافة قد ايه؟ ايوه دي على 2،
المفروض ان انت القطاع الحرك في الشير بيبعد مسافة دي على 2 من وش العمود. الدي بكام؟ الدي اللي انا لسه قايل عليها من دلوقتي 1130 مللي. لما تروح برضو بالراحة كده في البيت بالحسابات تحسب دي على 2 وتحط القطاع الحرك بتاعك في المسألة، هتلاقي ان القطاع الحرك وقع هنا ما بين وش العمود وما بين وش الخوازيق في النص هنا. تمام، يبقى الكيو واحد ادرس من اليمة الشمال اللي هي اليمة دي، قوة القص هتساوي ان عندي خازوقين 87.5، يبقى 2 في 87.5 ب 175 طن، وعرض القطاع اللي بيقاوم القص ده 2.5 متر. تمام، واحسب منه شير ستريس كيو، يبقى 175 طن في 10 اس 4 على مساحة القطاع اللي هي العرض 2500 مللي في الدبس اللي هو 1130 مللي متر. شير ستريس عادي جدا، بتقسم الشير فورس اللي هي 175 على مساحة القطاع اللي بيقاوم القص اللي هو 2500 في 1130، هيديك رقم. الرقم ده بتقارنه بالكيو سي يو اللي هي ب 16 من 100 جذر الاف سي يو على جاما سي، هتلاقي ان الدنيا سيف. طب الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الرأسي، قال لك المفروض تاخد القطاع الحرك برضو على بعد دي على 2 من وش العمود. هنا بقى رخامة الاتجاه الرأسي في ايه؟ ان انت لما تروح وتحل المسألة هتلاقي ان القطاع الحرج مر بالخوازيق، قطع الخوازيق. طب ودي كنا بنعمل فيها ايه؟ قال لك ما هو دلوقتي اللي هيعمل قص على القطاع الحرج ده هو الجزء ده من الخازوق، الحتة دي والحتة دي والحتة دي، الثلاث حتت دول هما اللي بيعملوا القص على القطاع الحرج بتاعك. طب وبعدين؟ طب انا هحسب احمال الحتت الصغيره دي بكام؟ انا كنت عارف ان حمل الخازوق كله ب 87.5، وده حمل الخازوق كله ب 75، وده حمل الخازوق كله ب 62.5. طب ده انا عاوز حته من الخازوق، حته منه. خلاص اشتغلها نسبه وتناسب. قال لك هتعمل ايه؟ لو انا كبرتها كده، ادي يا عم الخازوق بتاعك وكان عندك القطاع الحرك كده، ودي المنطقه اللي انا بظللها دي، هي دي الحته الصغيره اللي بتعمل شير اللي انا عاوز احسب حملها كنسبه وتناسب من الحمل الكلي بتاع الخازوق. فاعمل ايه؟ قال لك بص، احنا هنروح نجيب الحته الصغيره ديت ارتفاعها قد ايه، وناخد الارتفاع دوت نقسمه على قطر الخازوق كله ونضرب في حمل الخازوق نسبة وتناسب. جينا نحسب انت بقى برضو بالراحة كده في الحسابات كل الدايمنشنز معاك جيفن، هتلاقي ان الحتة الصغيرة دي تقريبا اهي بربع متر، لقينا ان الحتة دي تقريبا بربع متر، وقطر الخازوق كله كان بكام؟ كان بنص، ربع عن نص تقريبا، فيها نص حمل الخازوق. يعني انت تقريبا خدت نص حمل الخازوق ده ونص حمل الخازوق ده ونص حمل الخازوق ده. اللي وقع مني او حد مش فاهم حاجة يقول. يبقى القصة كلها ان انا باخد حتة من الخازوق، الحتة دي باخدها نسبة وتناسب، بشوف الحتة دي بعدها قد ايه، اقسمها على قطر الخازوق كله واضرب في حمل الخازوق الكلي، يبقى انا عرفت الحته دي حملها قد ايه. بس ادي الحته دي كانت 0.235 على القطر الكلي اللي هو نص، وضرب في الابعاد او الاحمال الالتيميت بتاعت الخوازيق، ثلاث خوازيق اهم، طلعوا له ان الشير ب 105 او ب 105.75 طن، عرض القطاع اللي بيقاوم كان هو العرض ده كله 4 متر. راح حسب الشير ستريس 105.75 في 10 أس 4 على 4000 في 130 اللي هو مساحة القطاع المقاوم للقص، هيديني شير ستريس أقارنه بالكيو سي يو هلاقي إن أنا سيف.
تالت حاجة شيك بانشنج. احنا قلنا دلوقتي احنا كل ده في الخطوة بتاعت البايل كاب ديبس. انا خلاص فاضل لنا خطوتين، البايل كاب ديبس قلنا بنحسبه من الفليكشر والشير والبانشنج، فاضل لنا البانشنج. لما تروح تبعد مسافة دي على 2 من وش العمود من جميع النواحي هتلاقي ان هو ده القطاع المقاوم للبانشنج. خلاص البانشنج سهل بقى، ما دام انت عديت مرحلة الشير خلاص البانشنج بيبقى سهل. لما تروح ترسم القطاع الخارجي هتلاقيه بواخد الشكل ده. عايز بقى تحسب الايه؟ القوة اللي بتسبب البانشنج. هيبقى معاك الخازوق رقم واحد كله، والخازوق رقم واحد كله، الخازوق رقم ثلاثة ده كله، والخازوق رقم ثلاثة ده كله، كل ده بيعمل بانشنج، والحتة دي من الخازوق رقم اتنين، والحتة دي من الخازوق رقم اتنين، هي نفس الحتة اللي انت لسه حاسبها من الشير. فيبقى اتنين في 87.5، دول الخوازيق رقم واحد، زائد اتنين في 62.5، دول الخوازيق رقم ثلاثة، زائد حتتين من الخازوق رقم اتنين اللي هو كان 75 طن. هيديك كيو بانشنج ب 370.5 طن. الكيو بانشنج دي بتروح تقسمها على مساحة القطاع الحرج. فعشان تجيب مساحة القطاع الحرج ده هتعمل ايه؟ بتجيب المحيط بتاع القطاع الحرج وتضربه في الدبس. فالمحيط بتاع القطاع الحرج لما تحسب وترسم برضو المسألة دي هتلاقي ان المحيط هو هيبقى 2 طول القطاع الحرج ده هتلاقيه 2330، عرض القطاع الحرج ده هتلاقيه 1530، تجمع ده زائد ده وتضرب في 2 عشان تجيب المحيط، تضرب المحيط في الدبس اللي هو 1130، يبقى انت جبت كده مساحة القطاع الحرج المقاوم للبنش. هتقسم الكيو بانشنج على مساحة القطاع الحرج، هتلاقي ان الكيو بانشنج ستريس ب 0.42 ميجا باسكال. وافكرك، طب ال 0.42 ميجا باسكال دي هتقارنها بكام؟ في شير كنت بتقارن الشير ستريس بالكيو سي يو اللي هي 16/100 جذر الاف سي يو على جاما سي. اما في البانشنج ارجع بقى لكشكول سنة تالتة هتلاقي ان في البانشنج او لكشكول الخرسانة بتاعك هتلاقي ان المسموح بيه في البانشنج بيبقى الاقل من 3 معادلات، منهم اسهل معادلة يعني اللي احنا كنا بنقعد نحفظها اسهل واحدة اللي هي 0.316 جذر الاف سي يو على جاما سي. الحتة دي انا سايبها لك، راجع على ال3 معادلات بتوع الكيو بانشنج الاول، راجعهم وذاكرهم، هما 3 معادلات سهلين بتعوض فيهم وبتاخد الاقل ويبقى هو ده المسموح بيه في البانشنج. هتلاقي ان الكيو بانشنج ده اقل من الاول يبقى انت سيف في البانشنج. تمام. وكان برضو في بند بيقول ان الكيو بانشنج دوت الاول ما ينفعش يزيد باي حال من الاحوال عن 1.6 ميجا باسكال. يعني بتدخل على ال3 معادلات انت هتلاقيك عارف ان في 3 معادلات بس مش فاكرهم لان هما رخمين شويه طوال شويه. هو اسهل معادله فيهم اللي انا قلتها لك دلوقتي 0.316 جذر الاف سي على جاما سي، هتروح تعوض في ال3 معادلات وتاخد الاقل بشرط ان الاقل ده ما يعديش 1.6 ميجا باسكال. اخر حاجه خلاص في المساله التسليح. انا كنت جايب دي الخطوه الاخيره، كنت جايب عملت الارينجمنت اوف فايلز وشيكت على الوركينج لود في البايل وجبت البايل كاب ديبس بحيث ان يبقى مناسب للفليكشر والشير والبانشنج. الخطوه رقم 4 والاخيره هي الرينفورسمنت او حديد التسليح. خلاص دي امرها سهل جدا. بتاخد انا في الاتجاه الافقي كنت جايب عزم ام 1 كان ب 157.5، بالسي 1 جي بقى هتقسمها على 360 اف يلد في الجي في الدي هيديك حديد التسليح. حديد التسليح ده على العرض كله اللي هو ال 2.5 متر. فاكر زمان قلت لك عايزين نثبت ان الاتجاه الافقي عرضه 2.5 متر، فحديد التسليح اللي انت جايبه ده المفروض يتوزع على العرض ده كله. طب ما انا عاوز احسبه للمتر. خلاص
يبقى اقسم الاربعه او ال4779 مللي مربع ده اللي هو حديد التسليح، اقسمه على 2.5 عشان تجيب حديد التسليح لكل متر، هتلاقيه 8.18 في المتر الطولي. طب الاتجاه الرأسي كان جايب الاتجاه الرأسي عزم 123.75 في 10 أس 7. بالسي 1 جي هتجيب تسليح، بس التسليح الكلي ده المفروض انه يتوزع على العرض كله اللي هو المرة دي 4 متر. في الاتجاه الرأسي عرض القطاع 4 متر، يبقى المفروض توزع على العرض كله الـ4. وبنفس الطريقة لو انت عاوز تعرف طب في المتر الواحد، المتر الواحد نصيبه من التسليح ده قد ايه؟ يبقى تقسم ال 3775.6 مم مربع على 4 هيديك 6.16 على المتر. والحقيقة لغاية هنا والمسألة تبقى خلصت. بس هديك برضو نقطة عاوزك تفكر فيها كده لما نخلص السيكشن، ال 6.16 دي هي بتحقق الاريا ستيل مينيمم ولا لا؟ ايه الاريا ستيل مينيمم دي؟ المفروض ان انت عندك فكره ان في نسبه تسليح دنيا ما ينفعش تقل عنها، كمرات، اعمده، اساسات، بلاطات، اي حاجه، انت المفروض القيم دي كلها تبقى حافظها اصلا باي هارت كده، حافظها زي اسمك. فانا عايزك تشيك كده في البيت وتقول لي مثلا السكشن الجاي لو حد فيكم دور او اجتهد فيها، ده حسبة بسيطة خالص، عايزك بس تحسب لي المينيموم بتاع التسليح وتقول لي 6.16 دي محققة المينيموم ولا لأ. آخر حاجة بقى في ربع ساعة بالظبط، احنا مش هنطول إن شاء الله، آخر موضوع وأسهل موضوع هو الـ permeability of soils. الموضوع بمنتهى البساطة، الناس بدأوا يدرسوا التركيب البنائي للتربة من زمان، لقوا إن التركيب البنائي للتربة، التربة دي شوية حبيبات على شوية فراغات، والحبيبات والفراغات ديت، الفراغات ديت ممكن تتملى هوا ممكن تتملى مية. فقال لك وجدوا إن الفراغات دي ممكن تكون مسارات متصلة مع بعض، فبقى في مسار، بقى في شارع، بقى في طريق، فالشارع والطريق دوت يسمح بمرور الميه. بس قال لك خلي بالك، الميه عشان تتحرك لازم لها يكون في اختلاف في الضغط الهيدروستاتيكي، لازم تبقى في نقطه ذات ضغط اعلى ونقطه ذات ضغط منخفض. يعني ايه؟ تعال اقول لك يعني ايه. شايف كده الصوره اللي قدامك دي؟ انا حاطط التربه في اسطوانة بالشكل ده أو في أنبوب بالشكل ده، ومنسوب المية اللي هنا أعلى من منسوب المية اللي هنا، فبيتولد فرق في الضغط اللي هو الدلتا اتش، اللي هي الاتش دي، الاتش دي بنسميها الضغط المسبب للسريان. في فرق مناسيب دلوقتي، ففرق المناسيب ده سبب فرق في الضغط، ففرق في الضغط ده سبب سريان للمية من النقطة دي اللي هي الأعلى في الضغط إلى النقطة دي اللي هي الأقل في الضغط. يبقى أنت دلوقتي علشان المية تمشي في قلب التربة لازم تكون في فراغات مكونة مسارات متصلة، شوارع المية تمشي فيها، ولازم يكون في ضاغط أصلا مسبب للسريان اللي هو الدلتا اتش. تمام. جه واحد درس القصة قوي، قال لك يا ريس ان سرعة سريان المية في التربة اللي هي الفي بتتناسب مع الميل الهيدروليكي تناسبا طرديا، حيث ان ثابت التناسب ده هو الكي، الكي ده اللي هو افكرك الكوفيشنت اوف بيرميابيلتي معامل النفاذية. طب الاي اللي هو الميل الهيدروليكي ده بيتحسب ازاي؟ قال لك الاي ده هو الضاغط المسبب للسريان على مسافة السريان دلتا اتش على ال اتش اهي اللي هي الضاغط المسبب للسريان، وال ال اهو اللي هو طول العينة اللي هو طول المسار اللي هو الشارع اللي هتمشي فيه المية اللي هو مسافة السريان. تمام. قانون دارسي، القانون ده
استنتجنا منه معامل النفاذيه اللي هو الكوفيشنت اوف بيرميابيلتي، وبالتالي قدرنا نقول ان معامل النفاذيه ده تعريفه هو السرعه، مش القانون بيقول في سرعه سريان الميه، الكي هتساوي الفي سرعه سريان الميه لما الميلر هيدروليك اللي هو الاي ده يساوي الوحده. كلام سهل جدا. يبقى انا قلت لك دلوقتي يعني ايه نفاذيه، وعرفتك على قانون دارسي ان بيقول في بيساوي كي في ار، وعرفتك الاي دي ميل هيدروليك عباره عن دلتا اتش على ال، وقلت لك معامل النفاذيه الكوفيشنت اوف بيرميابيلتي ده عباره عن ايه، سرعه سريان الميه خلال التربه طبقا لقانون دارسي بس لما الميل الهيدروليكي يساوي الواحد. طيب معامل النفاذيه ده بقى بيتحسب في المعمل باختبارين، اختبار اسمه الكونستانت هيد تيست، واختبار اسمه الفاريبل او الفولينج هيد تيست. احنا هنقول الاختبارين، والاختبارين كل اختبار عليه مساله مباشره جدا مش هتاخد دقيقه وانا بخلصها. اول اختبار الكونستانت هيد تيست ده بيتعمل للتربه الغير متماسكه رمل وزلط. الاختبار فكرته عبيطه جدا جدا جدا. قال لك مش انت عارف ان الكيو اللي هو التصرف بيساوي مساحه المقطع اللي هي الاي في الفي اللي هي الفيلوسيتي؟ طب الكيو اللي هو التصرف ده مش انا اقدر اقول ان هو عباره عن فوليوم حجم على زمن بيساوي الاريا، والفي دي طبقا لقانون دارسي كانت عباره عن كيف اي، والاي انا عارف ان هي الميل الهيدروليكي عباره عن اتش على ال، صح ولا ايه؟ قال لك طب خلاص ما الكي اهي، ما انا عايز احسب الكي دي كوفيشنت اوف بيرميابيلتي. قال لك يبقى الكي بتساوي الفوليوم في ال على الايه في التي في الاتش. ده استنتاج القانون. على فكره ده القانون اللي انا هحسب منه دلوقتي الكي. فالراجل جه بص كده على المساله لقى ان هو محتاج حجم ومحتاج ال طول عينه مسافه سريان، ومحتاج ايه مساحه مقطع، ومحتاج زمن، ومحتاج اتش ضاغط مسبب للسريان. ومن هنا جت فكرة الاختبار اللي هو بالمناسبة فكرته عبيطة جدا جدا. الراجل جاب اسطوانة حط فيها التربة ما بين حجرين مسامير، الاسطوانة اهي سواء الصورة اللي فوق او الصورة اللي تحت دي الاسطوانة، او الاسطوانة دي حط فيها التربة ما بين حجرين مسامير، وهيبدأ يكب مية من فوق، بس يكون مصدر المية ده مصدر دائم. ليه؟ لان المفروض ان انت لو حطيت شوية مية ووقفت المية هتعدي من التربة، وبالتالي منسوب المية ده هيقل لان المياه عماله تنزل. قال لك لا انا مش عايز كده، ده اسم الاختبار كونستانت هيد، انا عايز احافظ ان منسوب المياه العالي ده يكون ثابت في مكانه ما بينزلش، فاذا لازم يكون مصدر المياه ده دائم، عمال اكب مياه وما بوقفش كم. تمام. بعد فتره معينه يعني فتره دقائق مثلا، لما تدفق المياه يبقى ثابت والاقي خلاص ان منسوب المياه العلوي ده ثابت والدنيا زي الفل، ابدا اقيس فوليوم بقى. شوف انا افكرك بقى المعادله كنا عاوزين فيها ايه، ابدا اقيس حجم معين من الميه مر من التربه من خلال المخبار المدرج ده في زمن معين. يعني انا معايا ستوب ووتش، اصفر الستوب ووتش اعد مثلا خلال مثلا دقيقه المخبار المدرج ده اتملى ميه قد ايه، بقى معايا حجم انا قسته خلال زمن معين، ومعايا مساحه مقطع العينه اللي هي الايه، ومعايا طول العينه اللي هو ال، ومعايا الضاغط المسبب للسريان اللي هو الاتش. خلاص انت عاوز ايه اكتر من كده؟ لسه مستنتجين المعادله دي اصلا،
عوض تعويض مباشر جبت ايه؟ معامل النفاذيه. ده الاختبار الاول، بس تخلي بالك انه للتربه الغير متماسكه زلط ورمل. طب لو التربه بتاعتك بقى طين ولا طامي، ده الاختبار التاني اللي هو الفولينج هيد تيست. في الاختبار دوت برضو سهل جدا، الفكره كلها انك هتجيب، لو احنا اشتغلنا على الصوره دي، هتجيب برضو التربه بتاعتك، عينت التربه وتحطها برضو ما بين حجرين مسامين، تحطها هنا. بس المره دي التربه هتبقى متصله بانبوب رفيع، اللي هو الانبوب ده انبوب رفيع قوي، مساحه مقطعه ايه سمول، وتملى الانبوب الرفيع ده لغايه منسوب ابتدائي نسميه مثلا اتش نود او اتش واحد ايا كان، المهم ان هو منسوب ابتدائي. وتصبر شويه، ايه المتوقع؟ المتوقع ان الميه هتعدي من التربه، وبالتالي منسوب الميه اللي موجود هنا هينزل لغايه هنا. قال له هينزل يعني مش هيبقى ثابت. في الاختبار اللي فات انا كنت عمال كب 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 ومصدر دائم للميه، وكنت محافظ اللي فيه منسوب ثابت للميه، وبالتالي كان اسم الاختبار كونستانت هيد. هنا في الاختبار ده انا بملى الانبوب بتاعي لمنسوب ابتدائي اتش نود مره واحده، وبسيب الانبوب بقى والميه وما بكبش ميه تاني، فغصب عني طبعا هيحصل فولينج، هلاقي ان منسوب الميه نزل من اتش نود منسوب ابتدائي لاتش فاينل او اتش واحد او اتش اتنين ايا كان المسمى، منسوب نهائي. والكلام ده برضو اللي هو الهبوط اللي حصل في منسوب الميه ده بيحصل خلال زمن بحسبه برضو على ساعتي، زمن وليكن مثلا تي سمول. المرة دي المفروض المعادلة اللي انا هعرضها لك ديت ليها برضو اثبات زي معادلة الاختبار اللي فات، بس الاثبات بتاعها رخم وفي شوية تكاملات، فاحنا في غنى عنه دلوقتي، وده شكل القانون النهائي. ايه بقى البارامترز دي؟ الاي سمول دي مساحة مقطع الانبوب الرفيع، الاي كابيتال دي مساحة مقطع العينة، ال ده طول العينة اللي هو مسافة السريان اللي هو ال، التي سمول ده الزمن اللي حصل خلاله الدروب في الاتش، الدروب في الضغط، الدروب في منسوب المية. لان دي تفكرك على طول تكامل، لان دي جاية من تكامل اتش نود على اتش اف. اتش نود ده اللي هو اللي منسوب الميه الابتدائي اللي هو الاصلي، والاتش اف ده منسوب الايه؟ الميه النهائي. بس ده كده الاختبار الثاني، الاختبار الثاني بيتعمل للطين والطامي، والاختبار الاول بيتعمل للرمل والزلط. طيب خلاص احنا كده يعتبر خلاص خلصنا كويتشن نمبر 6. سيبك خالص من المساله، هتلاقي دي المساله رقم 6 في الشيت، دي مساله على الكونستنت هيد بيرميابيلتي تيست. هتلاقي كل حاجه معطى، مديك ال ال بكام، مساحه مقطع العينه بكام، الضغط المسبب للسريان اللي هو الاتش بكام، الفوليوم بكام، وحسبه خلال زمن قد ايه، واداك السبيسيفيك جرافيتي اللي هو جي اس، وده انا مش عارف اداه ليه اصلا، ما كانش ليه اي لازمه في المساله. تدخل تعوض في المعادله تعويض مباشر، القانون انت حافظه، فوليوم في ال على ايه في اتش في تي، تعوض تعويض مباشر هيديك ان معامل النفاذيه ب 0.036 سنتيمتر على السريع. اخر مساله كويتشن نمبر 7، دي مساله بقى على الفاريبل هيد بيرميابيلتي تيست، وهتلاقي ساعتها بقى بيقول لك ان انا عملتها على تربه طامي طيني كلايي سيلت، وده متوقع جدا لان اختبار فاريبل. هتلاقي برضو كل البيانات معطى، مديك طول العينه، مديك قطر العينه عشان تجيب منها مساحه مقطع العينه، مديك منسوب الميه الاصلي اللي هو الاتش نود، مديك منسوب الميه النهائي اللي هو الاتش فاينل، مديك الزمن اللي حصل خلاله الدروب من ال 1100 لل 420، مديك قطر الانبوب الرفيع علشان تجيب منه الاسمه. برضه تعويض مباشر جدا، وهتطلع في الاخر ان معامل النفاذيه ب 48 من 1000 ملم على الدقيقه، او 8 في 10 اس 5 سنتيمتر على الثانية. بس كده يعتبر السكشن خلص. اخر بس ملحوظة عايز اقولها،
المفروض ان الثلاث مواضيع اللي احنا خدناهم النهارده بنراجع عليهم بغرض ان هم ممكن يخدموا على مواضيع هتاخدها في رابعه. تمام؟ يعني على سبيل المثال موضوع البرميابيليتي اللي هو ثالث موضوع اللي انا راجعت عليه دلوقتي اللي خلاني اراجع عليه اصلا ان ايه؟ ان انت هتاخد موضوع الدي ووترنج اللي انت بداته مع الدكتور مصطفى، هتلاقي ان موضوع الدي ووترنج ده معادلات الديزاين بتاعته فيها كي، فيها معامل نفاذيه. فلازم تبقى عارف انت بتحسب معامل النفاذيه ده ازاي وعباره عن ايه. فعشان كده انا راجعت معاك موضوع البرميابيليتي ده رقم واحد، ان المواضيع اللي احنا راجعناها النهارده المفروض ان هي بتخدم على مواضيع ستدرس خلال الترم. الموضوع رقم اتنين، ودي نقطة انا بس بقولها للعلم بالشيء، بس سيكشن المراجعة النهاردة ده مش هو اللي بيجي بصفة رئيسية في الامتحان. يعني الامتحان الفاينل بتاعك بيجي على المواضيع اللي انت درستها خلال السنة كلها. امال احنا نبحنا صوتنا النهاردة في ايه؟ لا احنا نبحنا صوتنا النهاردة في ان انت تراجع بس المبادئ اللي انت كنت واخدها في السويل ميكانيكس او اساسات واحد، بحيث ان هي ممكن تخدم على مواضيع هتاخدها لسه الترم ده. لكن بصفه رئيسيه، بس انا ما بقولش اكيد، يعني انا طبعا لو الدكتور مصطفى او الدكتور اشرف او ايا كان حب يجيب سؤال من شيت الريفيجن في الامتحان هيجيب براحته، لان انت شيت الريفيجن انت مسؤول عنه ومطالب بيه. لكن انا بكلمك عن المعتاد، المعتاد ان شيت الريفيجن ده ما بيجيش في الامتحان. لكن برضو بتبقى واخد حرصك وتبقى مغطي المسائل اللي فيه. طيب اخر حاجه بقى، انت مطلوب منك ايه؟ انت مطلوب منك انا هنزل لك شيت المراجعه لو ما نزل، لو يعني انا عايز حد يرد عليا شيت المراجعه ده نزل. شباب لا لا طيب كله نزل يا باشمهندس، بس انا ما اعرفش نزل فين بصراحه. شيت المراجعه ده نزل ولا ما نزلش؟ طيب هو عموما لو ما نزلش او نزل ايا كان، انا هحط لك الملف البي دي اف بتاع السكشن مع الشيت جوه الفايلز هنا في المايكروسوفت تيمز. يعني احنا هنبقى التعامل كله على مايكروسوفت تيمز، هتلاقيني هرفع لك دلوقتي البي دي اف بتاع السكشن مع الشيت. طيب انت مطلوب منك ايه؟ انت خلي بالك شيت المراجعه ده في مسائل، هتلاقي في مسائل مثلا هتلاقيها على اللاترال ايرث بريشر، ما تقربلهاش، على ضغط التربه الجانبي للتربه، احنا لسه ما خدناش الكلام ده. انت هتحل، انا عايز اقول لك احنا تقريبا حلينا تقريبا كل المسائل اللي موجوده في الشيت على الثلاث مواضيع بتوع النهارده. فانت هتحل المسائل دي، هتمسك شيت الريفيجن، اي مساله هتلاقيها على موضوع قدره تحمل التربه او البايل كاب او البرميابيليتي هتحلها، هتلاقي هم المسائل بتوع السكشن اللي احنا حلناهم مع بعض. ده المطلوب منك الاسبوع ده، وزي ما انا اتفقت معاك انا بعد كل سكشن هقول لك انت مطلوب منك ايه. يبقى لو انت عاوز تكتب ورايا المطلوب منك في السكشن ده انك تحل المسائل اللي على المواضيع الثلاثه اللي قلناها اللي موجوده في شيت الريفيجن، واللي في الغالب هتلاقي نفس المسائل اللي احنا حلناها بالظبط. بس خلاص انا كده خلصت، خلصت وبارك الله فيما رزق. لو حد عنده اي اسئله، هو انا عارف ان ممكن يبقى عندكم دلوقتي فترات شغل او محاضرات او سكشن ثانيه، فلو حد عنده اي اسئله يبعتها لي بقى على الواتس او مايكروسوفت تيمز، ممكن نعمل هنا كونفرزيشن برضو على المايكروسوفت تيمز ويسأل. وانا برضو لو في مسألة زي ما انا قلت لكم حد يعني اتعرض ليها وحابب يبعتها لي ونناقشها للسكشن الاسبوع الجاي، مفيش برضو اي مشكلة. حد عنده اي تعليق او حد محتاج مني اي حاجة؟